الحراك في بغداد يكسر الجمود ويفتح نوافذ للحوار أمام بيوت الفائزين والخاسرين في اقتراع تشرين. لقاءات وأجندات تلمح أو تؤكد أن تشكيل الحكومة سواء كانت توافقية أو أغلبية يجب أن تضم جميع القوى. حراك البيت السني الذي وصل التقارب بين قطبيه إلى مراحل متقدمة في الحوار الذي جرى قبل أيام بين الخنجر والحلبوسي تجدد بلقاء ثان جمع قيادات العزم وتقدم. وبحسب المعلومات فإن القضايا المركزية بين الطرفين وضعت على طاولة الحسم، وأهمها أزمة النتائج والمشاركة الفاعلة في قرار بغداد السياسي، ناهيك عن قضايا المدن المحررة. في الأثناء تقول مصادر من الإطار التنسيقي إن القيادات بدأت التحرك نحو الكتل الأخرى بهدف عقد تفاهمات تمنحها أفضلية في سباق تشكيل الحكومة المقبلة، ومنها لقاءات جمعتها مع السنة والكرد. الكرد الذين بدأوا بدورهم جولة حوارات في بغداد جمعتهم بالكتلة الصدرية والإطار. دخلت قواهم الفائزة في حوارات داخلية بهدف التوصل إلى تفاهمات أو تحالف موحد يذهب إلى بغداد بسلة مطالب واحدة. أما في النجف فينتظر الصدر مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج للشروع في تفاهمات مع القوى الأخرى بهدف تشكيل حكومة أغلبية. انتظار يبدو مترقبا لحراك سياسي بدأت وتيرته بالتصاعد بعد تفاهم قطبي البيت السني وإصرارهما مع الكرد على عدم الانحياز.